من جمعتين ثلاثة عملنا سكتش كتير ثقيل، بس البلدية اللي أنا تابعة لإلها استهدمته كتير، مشان هيك قررت إنها تنفذه. منشوف السكتش سوا. شو مين؟ اشتراك. اشتراك شو؟ المطار امبارح دفعت له. قديش دفعت له من سنة؟ اشتراك زبالة. شو يعني اشتراك زبالة؟ $20 ليشيل الزبالة من قدام الباب. دفعت له؟ اه. سألت حدا؟ طب ما سأل حدا، سأل بالبناية إذا عم يدفعوا. تلفن للبلدية هيك تدفع له $20 من الباب للطاقة؟ بلكي نصاب الزلمة، العمى شو بلا مخ؟ مرحبا. أهلا. اشتراك زبالة؟ إيه. $200 بليز. يلا سيني بس انا بدي اكون وصل. تفضلي. يسلموا ايديك. تسلمي لك. عم نعذبكم. ايه نعم، البلديه عجبتها الفكره وبعتت لنا من جمعه انها تعاقدت مع شركه لتلم الزباله وبدها تاخذ من كل واحد منا $10 بالشهر. انه ما عم بفهم. نحن لشو عم ندفع اشتراك سنوي للبلديه؟ لتبعتوا لنا بس مساجات؟ لانه ما عم بيجينا منكم الا مساجات. وبما انه البلديه عجبتها كثير الفكره، نحن اليوم كمان قررنا نعمل سكتش فكرته كثير حلوه وعبالنا ننفذها. ان شاء الله تعجبكم. مرحبا. اهلا اهلا، مين حضرتك؟ باتريسيا. اهلا ست باتريسيا. باتريسيا باتريسيا فغالي، ساكنة هون عندكم بالمنطقة. هون. اهلين اهلين مدام فغالي. نعم، امري بشو بقدر اخدمك؟ وحياتك، هيدا وصل متوجبات عليكم لتدفعوا لي اياها من صندوق البلدية. وصل؟ وصل شو؟ وصل $4,950. نعم؟ $4,000 وقديه؟ $950 لازم تدفعوا لي. وعشو هون؟ لا عم فدت لك اياهم هون بالوصل يا حني. $250 رش مبيدات للبنايه وحوالي البنايه والحراش اللي حدنا لانه انتم مش عم بترشوا. $960 اجار خادمه كل جمعه بتجي مرتين بتنظف لنا قدام البنايه وحوالي البنايه لانه انتم مش عم بتنظفوا. $300 فحصيه حكيم وعوينات لانه انا من وقت ما نقلت هون على المنطقه صار معي 4 درجات ميوبي بدل الدرجتين لانه ما بشوف، بتضل معتمه البلديه في المنطقه كلها يعني. 1000 دولار دواليب وبيضات وباجيتات لانه انا كل شهر بغير دواليب وكل شهر بغير بيضات وباجيتات من ورا هيدا الريجار اللي صار له 10 سنين مش عارفين تصلحوه. بتعرفوا الريجار ما في غيره كل العالم بتنزل فيه. و$40 كيس زباله لانه حضرتكم مش عارفين تثبتوا على لون، صرت شاريه من كل الالوان يعني ومش عم بستعملهم كرمال العضويه والغير عضويه، اثبتوا لحتى نعرف اي لون بدكم. وبيبقى $2,400 بالاخر. $2,400؟ وعشو هيدي بالله؟ هولي $200 موتور بالشهر، على سنة بيعملوا $2,400. نعمين، لأنه هيدا الموتور اللي أنتم بتصدقوا له يقبض منا $250، مفروض تكون كلفة الموتور بس $50، وال$200 الزيادة اللي نحن عم ندفعهم هن لحضرتك ولرئيسك ونايبه ووزيره وزعيمه. وبما انه حضرتكم قررتوا تفرضوا علينا اشتراك زباله $120 بالسنه، نحن كمان حبينا نفرض عليكم اشتراك وقاحه. شو؟